يعني استيفان والكاردينال فرناندو كانوا ناويين يعملوا حملة صليبية جديدة ضد العثمانيين لحتى يوصلوا لهدفهم وهو احتلال القدس. لقينا جثة فرناندو بالأبو، كان من الممكن يصير البابا. ما حدا بيقدر يتوقع شو كان ممكن يساوي لو إنه لقوا الذهب. لا تشغل بالك أبداً، لأنه إسطنبول رح تحكي اليوم عن هاي الحفلة. ممتاز، نحن رح نستضيف أنيتا، مو أي حدا عادي. شو القصة؟ من زمان ما شفتك متحمس لهالدرجة. يعني جاي أنيتا أشهر مطربة بأوروبا غير الدبلوماسيين الأوروبيين، وحتى في كم باشا رح يكونوا موجودين. هاي الليلة مهمة كتير. أنا بحس حالي أفضل إذا ضليت جنب عساكري جلالتك. إذا أجيت على القصر رح تكسب مشرف سيء وتخسر عسكري منيح على الجبهات، بس بالنهاية القرار لجلالتك. أنت ما عرفتني؟ لا، ما عرفتك. هلأ رح تعرفني. سنين عم دور عليك يا حقير، أخيراً لقيتك. ما كنت متوقعتك تيجي اليوم. سمعت إنه في حفلة كبيرة اليوم ببيتكن. إيه، بس شو ما كان عم يصير ببيتنا ما لازم يخلينا نلتهي أبداً عن وظيفتنا، صح؟ إيه أكيد. إيه، حسني كان من تلاميذي، كان من قبل مستلم تلغراف قصر السلطان. كيف يعني من قبل؟ ايه، هو كان موظف شاطر، بس سمعت بعدين انه طلعوا من القصر. امتى يا ترى اخر مرة شفته فيها؟ السلام عليكم. مصطفى مشرف جلتا، هون بيت موظف التلغراف حسني؟ لو سمحت، انتو لقيتوا لحسني؟ هو زوجي وصل لي يومين ما بعرف عنه شي، بحياته ما غاب عن البيت. كان يشتغل بتلغراف قصر دول ما بعد شي، مو هيك؟ بس بعدين تقلع. يا ترى بتعرفي شو السبب؟ هو كان يحب شغله كتير، وطول الوقت كان يفتخر انه عم يشتغل بالقصر. شو صار بعدين؟ كان عم يقول إنه في دودة موجودة بالقصر وهي عم تخرب كل شيء. قلتي دودة؟ يعني حسني كان شاكك إنه في جاسوس جوات القصر، مشان هيك طلب إنه يقابل رئيس حراس السلطان. إيه، بس للأسف رئيس الحراس ما صدق كلامه. طيب كان عنده دليل على هالشي؟ صدقني ما بعرف حضرة الضابط، بس الشي اللي بعرفه إنه حسني أمين. يعني لو ما كان صادق وأمين كان قاله لرئيس الحراس، بس هو لما خبروا عن الجواسيس قلعه بلحظتها. فهمت. حضرة الضابط، الله يخليك، إذا بتعرف شي عن زوجي رجاء قلي. اليوم لقوه بالغابة ميت. الضابط ضياء رح ياخدك لتستلمي جسته. الله يرحمه ويصبرك. تعالي اختي. صار لازم نعرف الدودة اللي موجودة بالقصر. ولك شبك؟ لحظة، لك تشيريك؟ طلع زيريك؟ ها؟ هذا ليش ما بيحكي بالمرة؟ يعني بركي بيحكي بلغة العيون. استنى هلأ بعرف لك. بسم لا، مستحيل، ما بيعرف بلغة العيون. لا ليك زيريك، معقول يكون جاسوس علينا؟ والله ما أنا بعيدة. ها، هو خبيث كتير وأنا ما ارتحت له، ما بيحكي أبداً، بس لا تقلق حله عندي. هلأ رح أعرف لك شو قصته. طلع فيني، طلع جوات عيوني لحتى اختبره. أنا فوراً بكشفه للجاسوس من عيونه. إيه بس مو هاد، ما بين معي. إيه خلص، اترك لي يا لقلي. دخيلك يا رب ساعدني. ليك يا أخي، شش،
ولك انت شو قصتك؟ بدك تجنني؟ ليش ما عم تحكي ابدا؟ فهمنا مين انت، جاسوس ولا شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انتو شو عم تسووا هون؟ ها؟ تركوا الرجال بحاله، يلا لسه في عنا شغل كتير، يلا خلصوا يلي بإيديكم. أمرك حضرة. بس اسمعوني منيح، إذا بتعيدوا هالتحية مرة تانية لخليكم تركضوا حوالين اسطنبول وانتو عم تقولوها، يلا أمشوا. لك زيريك شوف عم يضحك، يعني هو إنسان مثلنا؟ معقولة هذا إنسان؟ لك حاجتكم مسخرة، يلا يلا. فوت. ها جميل. سيد بوريس، في عندك ضيف. طيب خليه فوت لنشوف مين هو. مجيد ابن حمدي اجى لزيارتنا يا جميل. مرحبا سيد بوريس. اهلين فيك. تقدر تاخذ راحتك. سيد بوريس، سمعت من زمان انه كان في شغل بينك وبين ابي، مزبوط؟ مثل شو؟ مثل تهريب البضاعة. ايه من زمان كنا نفوت بضاعة على اسطنبول من دون جمارك، لانه هالشغلة فيها ارباح كبيرة. ابوك بيعرف انك اجيت لعندي يا مجيد؟ هذا يعني انك كبرت وصرت رجال وحابب تاخد قراراتك بنفسك، مو هيك؟ بالحقيقة أنا فهمان عليك، المينا والشغل بالعتالي بيذبحوا الواحد. صدقني ما في أحلى من أنك تكسب المصاري على جبينك، بس إذا كنت حابب تعيش حياة كريمة صعبة. برأيي احكي مع أبوك بالأول. مثل ما قلت يا سيد بوريس، صرت رجال وباخد قراري بنفسي. كمان أنت قلت لي من زمان إذا احتجت لشيء إجي لعندك. هدول هنن الشباب، دائما بتكون أحلامهم أكبر منهم، مزبوط يا جميل؟ قيمة الحياة بتنقاس على حسب الأيام الحلوة اللي عشتها، حتى لو عشت 100 سنة، مزبوط كلامي ولا لا؟ بس للأسف الحياة الحلوة والمنيحة انعطت للأشخاص يلي بيملكوا القوة. يا ريت لو كل الناس بيفهموا هذا الشيء. أنا شايف وكأنه أنت فهمت هاي الحقيقة. ممتاز، معناتها استنى خبر مني إذا احتجناك بشي مهمة، جميل بيقدر يلاقيك. شكرا سيد بوريس. مجيد صدقني هذا أفضل قرار بتاخده، وهو إنك توقف جنبي. سيد بوريس، تهريب البضاعة شغلة صغيرة لإلنا. ايه طبعا، بس بتذكر إنه من فترة قلت لك على شغلي يا جميل، يلي بيسيطر على ميناء جلطة بيسيطر على كل اسطنبول. واضح انه حمدي بلش يختير بما انه ابنه اجى لحاله لهون. مجيد شاب طماع مو راضيان بوضعه، بس لما يطمع الواحد بصير يعمل امور ما كان يعملها ويمد ايده على شغلات مو من حقه. اذا الواحد فات بهذا الطريق فساعتها ما في أسهل من إنك تقدر تسيطر عليه. تعال. جلالة السلطان المعظم، إجا السفير الروسي إيفان ومساعده ماكسيم. خليهم يفوتوا. جلالة السلطان. حضرة السفير، سمعت انكم عم تنشروا جنودكم وقواتكم على حدودنا، فيني اعرف شو السبب؟ جلالة السلطان. ما في داعي تقول شي يا حضرة السفير، انا بدي احذركم، اذا كان عندكم اي نية لحتى تهجموا علينا
لازم تعرفوا انه نحن اخذنا كل احتياطاتنا اللازمة ومستعدين نصد اي هجوم. جلالة السلطان، اعطيناكم معلومات قبل شهر انه قواتنا اللي موجودين على الحدود عم يعملوا تدريبات، بس مثل ما سمعنا انه حضرتكم بعثتوا جيوش على الحدود بقيادة الباشا فاردار. بالحقيقة هذا الشيء اللي عم يخلينا نقلق. اسمع يا حضرة السفير، نحن هدفنا انه نحمي ارضنا. منعرف انه الروس حاطين عيونهم على الولايات اللي بالشرق، ولازم تعرفوا منيح انه العثمانيين ما بيناموا. جلالتك، انا رح احكي بهذا الموضوع مع موسكو باسرع وقت، ورح نحل سوء التفاهم هذا، لا تشغلوا بالكم. كان واضح عليه انه استغرب كثير من هالشي، لانه خبرونا بالتدريبات يلي عم يعملوها قواتهم. بجوز يكون قصدهم بس انهم يدربوا قواتهم وجنودهم. وبرأيي إذا ما بعتنا الباشا فاردار على الحدود بتكون هالخطة فيها حسن نية من قبلنا تجاه الروس. جلالتك، إذا بتسمح لي، مثل ما بتعرف الروس من مئات السنين عم يخططوا ليفوتوا على البحر المتوسط، وأنا بشوف أفضل شيء إنه ناخد حذرنا منهم أحسن ما يتأخر الوقت كتير ويصير يلي خايفين منه. منيح. إمتى فاردار باشا ممكن يكون جاهز ليتحرك مع جيشه على الحدود؟ تقريباً بهاليومين بيكونوا جاهزين وتحركوا جلالته. منيح، هذا هو القرار المناسب، لأنه ما فينا نغامر أبداً، وهيك منكون أخذنا احتياطاتنا. وخلي الكل يعرف أنه ما رح نسمح لحدا يقرب من حدودنا أو يسرق شبر من أرضنا. بأمرك جلالة السلطان. تبعتوا برقية لموسكو فوراً إنه العثمانيين بعتوا فاردار على الحدود مشان ياخدوا حذرهم ويبعتوا جنود وقوات أكتر. تحت أمرك. تفضل. أهلين فيك يا ابني، عود. اللي شو صار معك؟ حققت بالقضية، الرجال أكل ضربي على رأسه وسببت الوفاة. عرفت مين هو؟ الرجال اسمه حسني، كان يشتغل بتلغراف القصر، قلعوه من هنيك من فترة. ليش؟ قال كان عم يشك إنه في جاسوس جوات القصر. جاسوس؟ دودة، كان دائما يقول في دودة موجودة جوات القصر. هو حكى مع رئيس الحراس بس ما صدقه، ومن يومين انفقد. لو ما التقى جسده بالصدفة ما كنا عرفنا بهالمعلومات. لوين سيدي؟ على القصر. حتى لو كان الموضوع مجرد شك، أنا لازم بلش تحقيق. معك حق سيدي. لا تقلق يا مصطفى، رح تفرج بإذن الله، ورح تفوت على القصر وراسك مرفوع. عود يا ابني عود. أهلين سيدي. شو الأوضاع على الحدود؟ قبل شوي وصلتنا هي البرقية سيدي. الروس لساتهم عم يحشدوا قواتهم على الحدود وموجهين مدافعهم باتجاهنا؟ يسلموا يا ابني، منيح هالتلغراف، منقدر نعرف تحركاتهم بنفس الوقت. يا ريت لو كان من قبل، عن جد هالتلغراف نعمة لإلنا. برافو عليك يا ابني، شغلك كتير منيح. أنا عم أدي واجبي سيدي. اسمع، بتخبرنا فورا بأي برقية بتجي. تحت أمرك سيدي.
خير، انتو شو بتكون؟ ما شاء الله عليك يا فوزي، انت عايش مثل الملوك؟ رضا باشا اهلين وسهلين. لا والله لسه انا ما صرت باشا. يا ترى كيف بقدر ساعدكم؟ بدي اسألك سؤال. تفضل. ما في عندك اولاد ولا زوجة وما في لك قرايبين منعرفهم، مو هيك؟ هذا قدري ابني ورضيان فيه. بس هذا ما اسمه قدر يا فوزي. أنا بعرف إنك قتلت لمرتك وقدرت تطلع من هاي القضية مثل ما بتطلع الشعرة من العجين. هالقضية تسكرت من زمان كتير. أنا سمعت إنك بطلت تأخذ ربا من الناس وعايش حياتك مرتاح جوات هذا القصر. هلأ اسمع شو بدي أقولك. اطلع على هدول الشباب، شبهون. والله وضعنا صعب كتير يا فوزي. لو انك بتعطينا شي غرفة بيكون منيح. شو بتكون غرفة هون؟ ايه طبعا بهالقصر هاد. لا مستحيل اقبل. طيب ماشي، نحن قدمنا لك عرض وانت رفضت. فوزي، كم واحد مصيت دمه بالربا؟ ها؟ طيب مو مشكلة، بهالحالة انت رح تضطر تسافر نهائيا، وهالقصر رح يضل إلنا غير الأموال تبعك. هالقصر رح يضل إلنا كله. أنيتا فورفير هيلمن، بتشكرك كتير لأنك قبلتي دعوتي على بيتي وزدتي شرف هالليلة الرائعة. أنا عن جد كتير مبسوطة هلأ لأني إجيت اليوم للإمبراطورية العثمانية يلي هي صديقة للإمبراطورية الألمانية، وأنا بتشكر كل السيدات وكل السادة الموجودين بالحفلة
وخصوصي البشوات الأبطال يلي تركوا مهامهم مشان يشوفوني. وأنا من كل قلبي بحبكن وبتشكركن. وهلأ يا ريت تفضلي لحتى عرفت على بنتي. ماشي، وينه؟ لارا زهارياس. انت حلوة كتير. اس اس اونت اينا ايغازي ان انزرم هاوس ويلكم في فوندور فولش تيما. اي مانتي زيش بريشن يا زوغوت دوتشي في اينا دوتشي. انا بهنيك، شايفة انك علمت لبنتك بشكل منيح. انا برأيي انه ابوكي لازم يكون فخور فيكي دائما، مو هيك سيد زهارياس؟ ايه اكيد، قد ما كنت فخور ببنتي بيكون قليل. على فكرة بتعرفي شو؟ أبوها للمدموزيل أنيتا السيد فورفير هيلمن بيكون الماريشال، وأنا متأكد أنه أبوكي فخور فيك كتير. بتشكرك كتير. إيه طبعاً أبي فخور فيني. طيب بالحقيقة أنا عم فكر لو تعرفيني على البطل فاردار باشا. روحي بنتي لو سمحتي. أي واحد؟ أي مزبوط تماما، هذا هو. معقول ما بتعرفيه؟ أي طبعا. حضرة الباشا، حابة أعرفك على نجمة هالليلة الأنسة أنيتا. تشرفت بمعرفتك، بعترف أنه صوتك من أجمل الأصوات. شكرا إليك. عن إذنك. إذنك معك. عم تقول جاسوس عندي بالقصر؟ هذا اللي سمعناه جلالة السلطان. إذا بتسمح لي أنا بدي أحكي مع رئيس الحرس بخصوص هذا الموضوع. متأكد من هالمعلومات قياس الدين؟ جلالتك، حتى لو كان مجرد شك أنه في جاسوس بالقصر، من واجبي ومسؤوليتي حقق بالموضوع بأسرع وقت. مظبوط كلامك أسعد باشا. أمرك جلالة السلطان. بدي إياك تدعم القاضي قياس الدين بكل قوتك وجنودك، وإذا كان في جاسوس فعلاً وقتها كل الموجودين بالقصر رح يتحاسبوا. تحت أمرك جلالة السلطان. معناتها هذا نفسه أنت الباشا فاردار البطل اللي بحياته ما خسر ولا معركة، ومرة واجهت 100 عسكري لحالك. لا في كتير مبالغة، ضلت صورتك موجودة لشهور بأول صفحة بكل الصحف الأوروبية المشهورة. بالحقيقة بابا كتير معجب فيك. قلتي أبوكي؟ الماريشال فورفير هيلمان. ايه طبعا، وهو مشهور كمان. إيه؟ وحتى بأمر من جلالة السلطان أنا وياه رح نلتقي بألمانيا الشهر الجاي. ايه بعرف، بابا قال لي على الموعد اللي بيناتكم. وهو متحمس كتير ليجي هداك اليوم. حضرة الباشا، أنا ماني شايفة زوجتك بهاي الحفلة. بالحقيقة يا أنسة أنا متزوج بدلتي. ما فهمت عليك. يعني من كتر ما كنت شارك بالحروب ما صح لي وقت لأتزوج. زعلت لأنك مو متزوج؟ هذا الطريق يلي اخترته، ما في داعي تزعل ابنه. الفندق اللي نازلة فيه ببيرة، وبتمنى انك تعملي زيارة هاي الليلة. اسمعي يا آنسة، انا ما بحب خيب لك املك، بس بالحقيقة فهمتني غلط يا حضرة الباشا. بالحقيقة بابا الماريشال بعت لك معي هدية ولازم اقدم لك اياها. طيب مو مشكلة، بمرق لعندك الليلة وباخدها. حضرة الباشا تفضل.
أنا بس بدي حقق مع رئيس الحرس، شو في داعي لكل هالعناصر يا حضرة المشرف؟ نحن عم ننفذ أوامر جلالة السلطان. لكن اسمح لي أنا والضابط اللي معي نفوت من شأن التحقيق. وأنا معكن. استريح. السيد قياس الدين قاضي جلتا اجى لهون مشان يسألك كم سؤال، عم يحقق بقضية. عود يا ابني عود. ما شفتك استغربت انه جايين نحقق معك. يا ترى بخصوص أي موضوع؟ حسني اللي كان يشتغل بالتلغراف التقى بالغابة مقتول. حسب اللي عرفناه حسني خبرك قبل ما ينقتل إنه في جاسوس جوات القصر، مزبوط؟ مزبوط حضرة القاضي، قال لي إنه في دودة بالقصر وأنا نبهته كتير إنه ما يعمل هاي البلبلة، يعني ما يتهم حدا بدون ما يكون معه دليل. وبعدين؟ بس هو ظل مصر على هذا الشيء. ولهالسبب قلعته من وظيفته؟ مو هيك، لسبب تاني. مسكته لما كان ناوي يفوت على غرفة السلطان بدون إذن، ولهالسبب قلعته. برهان، بعتقد إنه في جاسوس بالقصر، والجاسوس هو اللي قتل حسني ورمى جثته بالغابة. لا، ما في جاسوس ولا شيء. مو الجاسوس يلي قتلوا لحسني. لأنه أنا يلي قتلته. تفضل. أنيتا. مين بيقدر يصدق إنه أشهر وأحلى مطربة بكل أوروبا هي جاسوسة؟ تقدري تفتحي كل الأبواب بجمالك وذكائك، أنا كتير معجب فيكي. تفضلي لو سمحتي. شكرا لإلك. أنا بعتقد إنه أنت جبتيلي معك وثيقة من السيد ميار بقيمة 20 مليون، ما هيك؟ بالحقيقة خطتنا تغيرت شوي سيد بوريس. يعني السيد ميار بطل يكون معي شريك بالبنك؟ لا، لأنه السيد ميار بده يكون هو صاحب البنك. عن جد؟ بعتقد إنه هو بيعرف إنه ما ضل معي وقت كتير لأجمع المصاري. لا تقلق، لأنه البنك رح يتأسس. بس القصة إنه السيد ميار لقى طريقة حلوة لتأسسه. عن جد؟ كيف بقى؟ رح تصير حرب روسية عثمانية. قلتي لي حرب؟ الحروب يا سيد زهارياس فيها مرابح كتير كبيرة، والسيد ميار بده يعطي بهاي الحرب درس للعثمانيين وكمان درس للروس بنفس الوقت. منيح منيح، بس بالبداية هو لازم يحط سبب كتير منطقي لحتى تصير هاي الحرب. طيب شو رح يصير إذا افترضنا أن الروس قدروا يحتلوا اسطنبول؟ نحن مالنا علاقة باسطنبول، لأنه أكبر حلم بالنسبة لبابا هو أنه يحقق الشيء اللي ما قدر نابليون يحققه، هو يسيطر على موسكو. يعني يا سيد بوريس، بالوقت اللي العثمانيين عم يحاربوا الروس بالجبهة الشرقية، بنفس الوقت جيشنا الألماني بيكون عم يمشي من الغرب. هيك منقدر ناخد موسكو.
وقبل ما تفهم روسيا شو اللي صار بيكون مش الحال وسقطت موسكو. هاي فكرة حلوة كتير، وبنفس الوقت رح نبيع الأسلحة يلي بيبعتها السيد ميار للروس والعثمانيين. انت عن جد ذكي كتير مثل ما قالوا لي عنك. هذا يعني ألمانيا عم تفكر إنها تحتل روسيا وتصير أقوى قوة بالعالم، ويمكن بعدين يجي الدور على العثمانيين. يعني اسطنبول. بتعرفي يا أنيتا، أنا شايف إنه أبوك عن جد بده يحاول يساوي الشيء اللي ما قدر يساويه نابليون. كتير منيح. بس في جملة مشهورة كتير قالها نابليون بخصوص الأتراك، بتعرفيها؟ في ميزتين للإنسان بتخليه يكبر كتير: الشجاعة والقوة للرجال، والشرف للنسوان. بس مع هدول الميزتين في ميزة أكبر بتخلي الرجال والمرأة يتشرفوا فيها أكتر، وهي إنك تقدر تقدم روحك في ذا الوطن بدون ما تتردد ولا تخاف من شيء. وطبعاً الأتراك بيملكوا هي الميزة من لما يكونوا صغار. لهيك أنا بحب قلك إنه الأتراك ممكن ينقتلوا بالحرب، بس ما حدا بيقدر يغلبهم ويحتل بلدهم. يعني بفهم من كلامك هاد إنك ضد هاي الخطة والهدف تبعنا؟ لا أبداً. يلي بدي أقوله انتبهوا وأصحكم تستعينوا بالعثمانيين. اشرح لي مرة تانية كيف صارت الحادثة بالضبط؟ حضرة المشرف، رح أدلك حسني كان واحد بلا عقل، قال لي إنه وقعت بين إيدي برقية سرية من غرفة التلغراف يلي موجودة بالقصر، وقال لي في دودة بالقصر، وحتى كان ناوي يخبر جلالة السلطان. في غرفة للتلغراف بالقصر؟ ايه، كان شاكك إنه في جاسوس بالقصر وفي عنده جهاز تلغراف، وأنا سمعت كلامه وصرت دور بالقصر. وشو النتيجة؟ ما لقيت أي شيء. بعدين مسكته قبل ما يفوت على غرفة السلطان وقلعته من الشغل. شو صار بعدين؟ قطع طريقي قبل يومين. أنا عم أحكي معك يا برهان، قلت لك في جاسوس بالقصر، أنت ليش ما عم تصدقني؟ هي الدودة بالقصر ورح تاكل الكل. حسني حاجتك جنان، ما في بالقصر أي جاسوس، إذا سمعوا هاي المسخرة والله لحتى يقلعوني من الشغل. حط عقلك براسك وحاجتك جنان. أنا مالي مجنون يا برهان، عم تجينا برقيات سرية من القصر، كل شيء واضح قدام عيونك. أنت ما في غيرك، أنت الجاسوس مو هيك؟ قلعوا لك مجنون. حسني حسني قوم. أنا بهي الطريقة قتلته لحسني. حضرة القاضي بترجاك تفهمني، كان رح ينشر خبر إنه في جاسوس بالقصر وما حدا بيقبل هالإشاعة، وصار يلي صار. طالما عم تعترف إنها حادثة، ليش ما اجيت وخبرتنا؟ ليش رحت أخذت المقتول وزتيته بالغابة؟ غضنفر فوتوا لهون. تاخدوه بتزتوه بالسجن، وبعدين بتروحوا بتخبروا مشرف الداخلية باللي صار. مصطفى لاحق القصة، بركي في شي تاني ما منعرفه. برهان كلامه مزبوط سيدي، حسني أكل ضربي على راسه وسببت الوفاة. أنا كتير برتاح هون يا مصطفى، كل مرة بيجي لهون بوقف وبتشكره لجاليليو. هو ضل مصر على رأيه،
وقدر انه يواجه الكل لحتى بالنهاية اثبت نظريته. عن جد برافو عليه. تعرف شو كانت نظريته؟ الشمس هي مركز الكون والأرض بتدور حواليها. ها مصطفى تعال طلع، تعال تطلع. النجمة الشعر اليمنية كتير رائعة، حتى إذا شفتها كبيرة بالنظرة الأولى هن بالحقيقة نجمتين يا مصطفى. هي النجمة مذكورة بالقرآن الكريم، حتى اسمها باللاتينية سيريوس. صح سيريوس، هذا أكبر وألمع نجم بينشاف بالعالم. طبعاً كل واحد في عنده عالم مختلف، يعني في حدا بيطلع على السماء وبيشوف النجوم، وفي حدا بيشوف لارا. لما أخلص من هالحبل يلي حوالين رقبتي، وقتها أنا رح أقدم لك قلبي وروحي. رح نطير مع بعض للنجوم، وحتى الزمن لما يشوفنا مع بعض رح يوقف. وين شرت مرة تانية؟ بالسما ونجوم. فهمت عليك. طيب مصطفى يلا خلينا نرجع على شغلنا. انتوا استنوني هون، رح اجي فورا. فوت تفضل. أنا ما بدي أزعجك كتير يا آنسة، إذا ما كان في عندك أي مانع يا ريت تعطيني الهدية يلي بعت لي إياها أبوك لروح. آنسة أنيتا. شو عم يصير هون؟ أنت رح تموت على إيدي، مع أنك شخص كتير شجاع وقوي. شو يلي عم تقولي؟ هداك اليوم أنا شفت حلم كتير غريب. في أحلام أحياناً منلاقي فيها عبرة، منها بيكون بشارة حلوة وفي منها بتجي لتنبهنا.
شاء الله خير. كل خير إن شاء الله سيدي. علي. شباك يا مصطفى؟ يعني كتير حابب تلحقني؟ يلا قوم يا مصطفى، لا تستسلم. يلا قوم يا أخي مصطفى. يلا مصطفى قوم. قال لي رايح لاقيني. أنا لازم روح يا أخي. لا تروح، خليك قوي يا مصطفى. علي لا تتركني. علي لازم روح. لا تروح يا علي. لاقيني يا مصطفى، أنت لازم تلاقيني. لا تروح يا أخي. علي حضرت القاضي، صارت حادثة كبيرة.